الجزائري جمال بلماضي استدعى لاعب مونبولييه أندي دولار للانضمام إلى صفوف الخضر وتمثيل بلاده في نهائي كأس أمم أفريقيا مرتقبة في مصر بديلا للاعب هاريس بالقبل المتخلى عنه لأسباب انضباطية. أندي دولار الذي حصل على الجنسية الرياضية الجزائرية بعد موافقة الفيفا سيلعب أول مباراة له بقميص المنتخب الجزائري في الكان، وسبق له اللعب للمنتخب الفرنسي تحت 20 عاما، وينشط دولار حاليا في الدوري الفرنسي في فريق مونبولييه معارا من فريق تولوز. الحديث أكثر عن هذا الموضوع عندما نحن مشاهدين عبر الهاتف من معسكر المنتخب الجزائري هنا في الدوحة نسيم روبيكا. أنا بك نسيم، هل أندي دولار هو الخيار الأفضل أم الوحيد الجاهز حاليا لتعويض بالقبلة؟ نعم، شكرا زميلي، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالحقيقة هو ليس الخيار الوحيد ولكنه الأفضل بالنسبة للناخب الوطني جمال بالماضي. القصة كما جاءت، طبعا بعد خروج اللاعب من قبل الأسباب الانضباطية كان المدرب جمال بالماضي أمام خيارين، إما استخدام لاعب وسط خامس لأن كان هناك خمس لاعبين من ضمنهم بن قبلة، وهو وكان سيستخدم بن خماسة لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، أو أنه يضيف فرصة لإضافة مهاجم ثالث إلى بغداد بنجاح وأيضا إسلام سليماني. وفي الدقيقة أو الدقائق الأخيرة وبعد مشاورة الجهاز الفني، جمال بالماضي قرر استخدام مهاجم ثالث في أندري ديلور. أندري ديلور الذي قبل ثلاث أشهر لم يكن أحد يعلم يمكن أنه من ذوي أصول جزائرية، وكانت المبادرة من هذا اللاعب أنه قام بجواز جزائري وأبدى رغبته في اللعب، وهو سيكون المهاجم الثالث في خيارات جمال بالماضي في الكان إن شاء الله. طيب، هل أثرت هذه الأحداث مؤخرا على المنتخب الجزائري ويستعد لكأس أمم أفريقيا، مع أنه المدرب جمال بالماضي يسيطر على الأمور ويتخذ قرارات صارمة وحاسمة عندما يحدث أي تطور؟ بكل أمانة، أنا الآن متابع لمنتخب الجزائري وحاضر في المعسكر منذ قدوم المنتخب في الثامن من هذا الشهر. المدرب جمال بالماضي يسيطر تماما على هذا الأمر، يحاول أنه يعني يخرج اللاعبين من هذه أو هذه الأمور النفسية التي قد تؤثر عليهم، لأن بالقبلة هو صديق للاعبين. ولكن جمال بالماضي رغم أنه متعاطف مع اللاعب بالقبلة جدا، ويعني لم يكن يريد أن يخرج بهذه الطريقة، ولكن الانضباط هو خط أحمر بالنسبة لجمال بالماضي. واللاعبون طبعا بشكل عام هم لاعبون أغلبهم محترفين وينشطون في أكبر الدوريات وعاشوا مثل هذه الأحداث سابقا في أنديتهم، فبالتالي الأمور يمكن أؤكد أن الأمور مستقرة وجمال بالماضي يسيطر على الأمور، واللاعب الذي أندري ديلور سيصل الدوحة اليوم وهذا مؤكد في الساعات القليلة القريبة إن شاء الله. نسيم روبيكا من معسكر المنتخب الجزائري هنا في